بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أحد المستمعين بعث بسؤال يقول: في شيخ صالح، كنت أنا وزوجتي لوحدنا وكانت بيننا مشاجرة، ثم قلت لها: أنت طالب، مع العلم أنه لم يسمعنا أحد. سألت أحد المشايخ فقال: قل لها رددتك إلى عصمتي وسقطت منك طلقة، وأشهد الله على ذلك. هل هذا صحيح، مع العلم أنها أنجبت طفلا بعد ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ما أفتاك به هذا العالم هو الحق، حيث أمرك بمراجعتها، وأن تفوت عليك طلقة واحدة ويبقى لك طلقتان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع جمال عبده من اليمن يافع بعث برسالة وضمنها ثلاثة أسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل ورد شيء من الأذكار النبوية عند ختم القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرا. لم يرد تحديد لدعاء معين عند ختم القرآن، فعلى المسلم أن يجتهد في الدعاء وأن يختار الأدعية الجامعة والأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في القرآن العظيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل قال لزوجته: إذا تكلمت على كذا فأنت طالب. ثم مضى زمن فتكلمت امرأته بهذا الكلام عن نسيان، فهل هي طالق أم لا؟ إذا كانت ناسية ولم تتعمد فلعلها لا يقع بها شيء. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. هل الغسل من غير الجنابة يكفي عن وضوئك للصلاة؟ جزاكم الله خيرا. إذا نوى إدخال الوضوء مع الغسل واكتفى بالغسل صح له ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنها تدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى عند نية ذلك. نعم. لكنه يقول: اغتسل لغير جنابة. شخص إذا كان اغتسل غسلا مشروعا ولو كان لغير جنابة. نعم. كغسل يوم الجمعة. طيب. إذا كان غسلا مستحبا. طيب. ونوى دخول الوضوء فيه فإنه يكفي. أما إذا غسل للتبرد أو للتنظف فإنه لا يدخل فيه الوضوء ولو نواه، لأنه غسل غير مشروع وإنما هو مباح. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نحدد الغسل الذي يمكن أن يكفي في الوضوء، وهو الغسل المشروع. المستحب المشروع أو الواجب. أو الواجب. نعم. النظافة ليست مشروعة شيخ صالح؟ مباحة. نعم. لكن التنظف لا يدخل في هذا؟ يدخل في من ناحية الآداب العامة، لكن لا يدخل في أمور العبادة ورفع الحدث. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع فادي عواد إبراهيم من الرياض بعث يسأل ويقول: عندنا في بلدنا، يبدو أنه من خارج المملكة، يقول: عندنا في بلدنا عندما يدخل قوم من المسجد بعد فراغ الإمام من الصلاة، إما يصلون منفردين أو يعودون إلى بيوتهم ولا يصلون. سألت إمام المسجد عن ذلك فذكر أنه لا يجوز أن تقام جماعة أخرى أو ثانية بعد الجماعة الأولى. فذكرت له حديثا كنت قد ذكرته من أيام الدراسة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمتأخر: من يتصدق على هذا؟ فقال لي: إن الحديث ضعيف، بل الأفضل ألا يصلي المتأخر
صلاته في المسجد وإنما في البيت. المطلوب ما يلي لو تكلمتم. ما القول الصحيح في هذه المسألة؟ ما صحة الحديث الوارد؟ وما حكم المواظبة باستمرار على مثل هذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا الإمام قد أخطأ خطأ كبيرا في قوله أنها لا تصلي الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الصلاة مع الإمام، لأن هذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أشرت إليه أن يتصدق على هذا فيصلي معه، ولأن هذا الذي فاتته صلاة الجماعة لم يتأخر عنها متعمدا يريد إقامة جماعة ثانية، وإنما جاء ليصلي مع الجماعة لكن وجدها قد فاتت، فإذا جاء معه آخر أو أكثر فصلوها جماعة فهذا هو المطلوب في المسجد. وإنما الممنوع أن الناس يتعمدون تقسيم الجماعة إلى جماعات، إذا تعمدوا التقسيم فهذا هو الممنوع، لأن هذا فيه تفريق لجماعة المسلمين وتفريق للكلمة وتنافر للقلوب، هذا هو الممنوع إذا قصدوا هذا الشيء. أما إذا لم يقصدوا وجاءوا للصلاة مع الإمام لكن وجدوه قد صلى فإنهم يشرع لهم أن يطيلوا الصلاة ويصلوا جماعة في المسجد والحمد لله، وكل من جاء يصلي معهم وهم معذورون فيما فعلوا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن الحديث صحيح في الصالح، تصدقوا من يتصدق على هذا؟ فيما أعلم أنه لا بأس به الحمد لله. وأيضا القواعد العامة أن من فاتته الجماعة فإنه يؤديها على حسب استطاعته ومقدرته ولا يؤخرها، وصلاتها في المسجد لا شك أن صلاة الجماعة في المسجد إما واجبة وإما مستحبة. نعم. جزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة تصلى في المسجد. نعم. يسأل عن حكم المواظبة على مثل ذلكم والعمل شيخ صالح. الذي يرتب هذا ويواظب عليه متعمدا هذا لا يجوز. أما الذي لا لم يحصل منه إلا صدفة، جاء يريد الصلاة مع الجماعة القائمة مع الإمام ولكن فاتته الصلاة، فهذا يكون معذورا ومأمورا بأن يصلي في المسجد لمن معه من فاتتهم الصلاة. نعم. ما حكم المواظبة على قول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير من قبل المأموم، وذلك بعد أن يكبر الإمام ويقول استووا واعتدلوا وقبل أن يكبر المأموم؟ هذا لا أصل له، وقوله بدعة، قوله في هذه الحالة بدعة، لأن هذا شيء لم يرد به دليل، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من المنطقة الجنوبية رمزت إلى اسمها بالحروف سين سين تقول: ما هي الأساليب التي أستخدمها في نصح والدي وذلك لتعليمهم الأمور الشرعية وأحكام الدين حتى يتمكنوا من تطبيقها؟ جزاكم الله خيرا. الأساليب أولا الحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب والرفق بهما، وثانيا تعليمهما أمور الدين شيئا فشيئا، ويبدأ بالأهم الأهم من أمور الدين، وثالثا أن يحرص على الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الثابت في القرآن من الأمور التي تعلمهما لوالديك أو لغيرهما، تحري الصواب والثابت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأمور التي تباح فيها الغيبة؟ لا تباح الغيبة إلا للضرورة، كالمشتكي الذي يأتي يشتكي عند الحاكم اعتداء فلان عليه وظلمه له وأنه ظالم وأنه يأكل الحقوق، أو المستشار الذي يستشار في شخص في تزويجه أو مشاركته، فإن المستشار يبين ما في ذلك الشخص من العيوب لا من أجل الغيبة وإنما من أجل النصيحة لمن استشاره، وكذلك في حالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبين ما وقع من بعض الأشخاص المجاهرين والمستهترين من أجل ردعهم وإقامة الحد عليهم. هل راتبة الظهر قبل الأذان أم بعد الأذان؟ وإذا كانت بعد الأذان فهل يجوز أن نصليها قبل الأذان؟ راتبة الظهر تنقسم إلى قسمين، منها ما هو قبل الأذان وهو ركعتان أو أربع ركعات، ومنها ما هو بعد. نعم. هل راتبة الظهر قبل الأذان أم بعد الأذان؟ وإذا كانت بعد الأذان فهل يجوز أن أصليها قبل الأذان؟ راتبة الظهر بعد دخول وقت الظهر سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن، هذه الراتبة القبلية. طيب. أما الراتبة البعدية فبعد الصلاة، لأن الظهر له راتبتان، راتبة قبله وراتبة بعده، فالتي قبله لا بد أن تكون بعد دخول الوقت سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن. جزاكم الله خيرا. ما صحة هذا الحديث عن سعد رضي الله
الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأل سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. أنا لا أعلم عن هذا الحديث شيئا، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه خير كثير وفيه أجر عظيم، ولا يتقيد الإنسان بعدد إلا ما ثبت به الدليل، أما ما لم يثبت به دليل فإنه يذكر الله بدون تحديد. نعم. هذه رسالة من إحدى المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف جيم عين ياء من الرياض. رسالتها من 3 صفحات، وفي هذه الصفحات تشكو حالها مع زوجها. تقول إن العشرة دامت بينهما في أحسن حال لمدة 6 أشهر فقط، ثم تغير حال الرجل رأسا على عقب وأصبح لا يبالي بها وتصفه بأوصاف معينة. ثم في نهاية رسالتها تقول إنه ذهب بعفشها إلى بيت أهلها دون أن يسمعها أي شيء عن الطلاق. ما هو رأي الشيخ جزاكم الله خيرا؟ مشاكل الزوجية هي مشاكل تقع كثيرا، لكن على هذه المرأة أن تنتظر، تبقى عند أهلها وتنتظر ماذا ينتهي أمره إليه. فإن استطال عليها الوقت فإن وليها يسأل هذا الزوج عن الوضع وماذا ينتهي إليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل تقول إن عمرها 21 عاما وتخاف من كل شيء حتى من الحشرات أعدكم الله، وتخاف من الأصوات المزعجة التي تفاجئها، وتخاف من الموت كثيرا، وترجو منكم التوجيه، ولا سيما أنها تتأثر إذا رأت إنسانا مريضا أو في حالة الموت، وتخاف من الحيوانات ومن القطط والكلاب أجلكم الله. بماذا توجهونها وحالها ما ذكر؟ وهل هذا سيكون سببا في طلاقها أو كان سببا في طلاقها؟ جزاكم الله خيرا. الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وعدم الالتفات لهذه الوساوس فإنها من الشيطان، وعليها أيضا أن تكثر من ذكر الله عز وجل، ولا سيما تلاوة القرآن إذا كانت تستطيع القراءة فإنها تكثر من تلاوة القرآن، وإن كانت لا تحفظ كثيرا فإنها تقرأ ما تيسر وتردده، مع الاحتفاظ بالأذكار الصباحية والمسائية، وذلك مما يذهب عنها هذه الهواجس وهذه الخواطر الشيطانية بإذن الله. تفكر في الطلاق شيخ صالح، وفيما إذا وقع الطلاق بسبب ذلك الحال كيف توجهونها، ولا سيما أنها تخاف كثيرا من الطلاق؟ هو من جملة الوساوس. اللهم استعان. والطلاق إنما هو بيد الزوج وليس بيدها، فإذا قدر وقع عليها طلاق الحمد لله كل كثير من النساء تطلق، ويسر الله جل وعلا لهم الخير، وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولكن لا يكون عندها خوف من الطلاق أو من غيره، فإن هذا من التوهمات الشيطانية. إذا ما قدر لرجل أن يتزوج بفتاة في مثل هذا العمر وجدها على تلك الصفات شيخ صالح، كيف يكون موقفه؟ كيف توجهونه وتوجهون النساء اللائي ربما يصبن بمثل هذا؟ يكون موقف الرجل من مثل هذه المرأة موقف الرحمة والرفق والعلاج النافع لها وتطيب خاطرها، فإن ذلك مما يعينها على تحمل هذا الشيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عبد الإله الصالح مقيم سوري في الرياض، يقول: في الحج كانت ليلة نبيتنا في مزدلفة في الليالي 9 و10 و11 من ذي الحجة، وليس بمنى بسبب أن الحمل التي ذهبنا معها كانت مجهزة القيام بمزدلفة، وحينئذ أشكل علينا هذا الأمر إذ أننا لم نبت بمنى. ما هو توجيهكم لنا للحال ما ذكر؟ وهل يلزمنا شيء بالنسبة للحج علما بأن الحملة هي المتسببة فيما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا. إذا لم تحصلوا على مكان
مكان في منى فإنكم تنزلون في أي مكان تيسر قريبا منها مع الحجاج، فإذا كنتم نزلتم في مزدلفة مع الحجاج وأكملتم مناسككم فإنكم لا تؤاخذون بما لا تقدرون عليه من المبيت بمنى لعدم وجود المكان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من يسمون أنفسهم بأهل الحملات كثرة الشكاوى منهم شيخ صالح، ولا سيما وأنهم قد يتساهلون في بعض الأمور، ينفرون الناس من مزدلفة بعد منتصف الليل لحاجات ربما تكون غير مشروعة، لا يبيتون بمنى كما ذكر هذا المستمع، وأشياء وأشياء، ما هو توجيهكم شيخ صالح؟ على أصحاب الحملات يتقوا الله سبحانه وتعالى بمن تحت أيديهم من الحجاج لأنهم مسؤولون عنهم، فعليهم أن يقوموا بالواجب لأنهم يأخذون في مقابل هذا أموالا من الحجاج، في مقابل أنهم يوفرون لهم أداء المناسك على الوجه المشروع، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرفقوا بحجاجهم وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المشروع وأن لا يتلاعبوا بحجاجهم ويضايقوهم، فإن هذا من الخيانة للأمانة التي تحملوها ومن أموالهم بغير حق. فلا شك أن صاحب الحملة عليه مسؤولية عظيمة وهو متحمل بحمل ثقيل، وربما أن تسميته بصاحب حملة أو تسمية هذا العمل بالحملة لأنه متحمل لحمل ثقيل، فلهذه التسمية من معناها نصيب بين، عليه من يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرفقوا بحجاجهم وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المشروع وأن لا يحملوهم على النقص في مناسكهم من أجل راحة صاحب الحملة أو توفير الوقت له أو توفير الأموال والمكاسب له، فإن ذلك عمل لا يحل له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول المنتظرة لفرج الله واو حاشين بعثت بقضية مماثلة إلى حد ما للقضية الأولى في أمر الطلاق، تقول إنه لأسباب خارج عن إرادتنا وبسبب التدخل من عائلتي وعائلة الزوج وقع الطلاق بيني وبين زوجي، إلا أن زوجي توصل نتيجة قراءة معينة في أحد الكتب الإسلامية إلى حل معين، ذلكم الحل في العبارة التالية: عودي إلى عصمتي على سنة الله ورسوله وذلك بشهادة الله عز وجل وحده علينا، وقد تم ذلك بعد فترة قصيرة من توصلنا إلى تلك النتيجة. ما هو رأيكم شيخ صالح فيما أقدم عليه زوجي جزاكم الله خيرا؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. إذا كان هذا الطلاق أقل من ثلاث وعلى غير عوض أخذه منك وراجعك في العدة فإن رجعته صحيحة، قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وأما إن كانت الرجعة بعد مضي العدة أو كان الطلاق ثلاثا فإن هذه الرجعة غير صحيحة ولا تحلين له، فإن كان استكمل الثلاث فإنك لا تحلين له إلا من بعد أن تتزوجي بزوج آخر زواج رغبة ثم يطلقك الزوج الآخر باختياره راغبا عنك، فلا بأس أن تعودي إليه بعقد جديد. قال تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت زوجا غيره وطلقك فلا مانع من الرجوع إليه بعقد جديد. وأما إن كان الطلاق دون الثلاث واستنفدت العدة فإنه ليس له الرجوع إلا بعقد جديد ولا يحتاج إلى زوج آخر، لأن هذا يسمى بالبينونة الصغرى، لا بد من هذا التفصيل ولا نعلم واقع الطلاق الذي حصل منه بالنسبة لك. إذن يلزمهم حتى يصححوا وضعهم شيء معين شيخ صالح؟ يلزمهم أن يسألوا أهل العلم. طيب. يلزمهم أن يبادروا بسؤال أهل العلم ويشرحوا لهم الواقع من غير تتمان شيء. طيب. وأهل العلم إن شاء الله سيوجهونهم إلى وجهة الصواب. جزاكم الله خيرا. ملاحظة أن السائلة هي المرأة، ما هو توجيهكم شيخ صالح؟ المرأة تخاف على نفسها، تخشى أن هذه الرجعة غير صحيحة، فماها حق في هذا. طيب. لكن ماذا على الزوج؟ عليه مبادرة، على الزوج والزوجة مبادرة بسؤال أهل العلم. طيب. والزوجة تمتنع من تمكينه منها حتى يسألوا أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
رسالة بتوقيع مستمع رمز باسمه بالحروف حاسين ألف عين من الرياض، يقول: بعد أن من الله علينا بالحج حجيت متمتعا والحمد لله، ولكن رميت جمرة العقبة ولم أتأكد من الحصات السابعة هل وقعت في موقعها أم لا، وبعد أن حلقت وطفت طواف الإفاضة رجعت ووجدت الزحام خف فرميت هذه الحصاء وهي السابعة، ما حكم ما فعلت؟ إذا كانت من الجمرة الأخيرة أنت أكملت الرمي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. رميت الجمرات لليوم الحادي عشر بعد الزوال، ولكن رميت في اليوم الثاني عشر مستعجلا فرميت في التاسعة والنصف صباحا، وأنا عندي علم بأنه لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، ولكن وجدت حجاجا كثيرين يرمون فرميت، ما حكم ما فعلت؟ حكمه أنه لا يجوز وأن هذا الرمي غير مجزي لأنه في غير وقته، فعليك بذبح فدية في مكة توزعها على فقراء الحرم، تكون هذه الفدية مما يجزي في الأضحية، وتوزعها على مساكين الحرم لأنك تركت واجبا من واجبات الحج وهو الرمي. جزاكم الله خيرا. هؤلاء الناس الذين وصفهم بالكثرة الشيخ صالح والذين يرمون قبل الزوال، هل تعتقدون أن لهم دليل أم أن هذا ناتج عن الجهل؟ هذا ناتج عن الجهل والتساهل وعدم المبالاة والسرعة التسرع في الأمور. نعم، فهذا إخلال بالعبادة بلا شك. وحتى لو أن فيه من يرى جواز الرمي قبل زوال الشمس فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا، وهي أنه لم يرمي في يوم من أيام التشريق إلا بعد الزوال. كذلك صحابته الكرام كانوا يتحينون زوال الشمس فيرمون، قد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والإنسان عليه بإبراء ذمته، ليس عليه أن ينظر إلى أقوال الناس وأفعال الناس التي تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس لا ينضبطون خصوصا في الحج من جنسيات مختلفة ومن بلاد مختلفة، فلا ينضبطون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط نمشي عليها. كان صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك ويقول: خذوا عني مناسككم، ومن ذلك نسك الرمي في أيام التشريق، كان ينتظر حتى تزول الشمس، ولو كان الرمي جائزا قبل زوال الشمس لبينه للناس عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.